ونصف رؤيا اهلا ومرحبا بكم. حياكم الله والبدايه مع ابرز العناوين. جلاله القائد الاعلى الملك عبد الله الثاني يزور القياده العامه للقوات المسلحه الاردنيه الجيش العربي. رئيس الوزراء يؤكد اهميه المحافظه على الانجازات المتميزه للاردن في مجال التعليم العالي. الدفاع المدني يحذر المواطنين من موجه الحر التي تؤثر على المملكه وزاره الداخليه تلقي القبض على 182 مطلوبا في مختلف المحافظات ومذكره تفاهم لتوفير ادوات التمويل الاسلامي للمشاريع الصغيره والمتوسطه المموله من صندوق تنميه المحافظات اكد جلاله الملك عبد الله الثاني القائد الاعلى للقوات المسلحه اعتزازه وثقته بالقوات المسلحه الاردنيه الجيش العربي واعجابه بالمستوى المتميز الذي وصلت اليه اعدادا وتسليحا وتدريبا جاء ذلك خلال زياره جلالته اليوم للقياده العامه للقوات المسلحه الاردنيه الجيش العربي حيث كان في استقبال جلالته مستشاره للشؤون العسكريه رئيس هيئه الاركان المشتركه الفريق اول الركن مشعل محمد الزبن وسمو الأمير فيصل بن الحسين ورؤساء الهيئات في القيادة العامة جلالة الملك اجتمع فترة من الوقت مع الفريق أول الركن الزبن بحث خلالها عددا من الأمور والقضايا التي تهم القوات المسلحة أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نصور أهمية المحافظة على الإنجازات المتميزة التي حققها الأردن في مجال التعليم العالي والتي جعلته مقصدا لعشرات الآلاف من الطلبة العرب والأجانب لافتا إلى أن هذا الإنجاز يتطلب وقفة مراجعة لمسيرة التعليم العالي تعظم الإيجابيات وتتجاوز السلبيات جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء اليوم إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث استمع إلى إيجاز من وزير التربية عفوا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور لبيب الخضرة حول الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي والخطة التنفيذية لها للعام المقبل. واستعرض الدكتور الخضرة أبرز التحديات التي تواجه التعليم العالي والتي تتلخص في تدني مستوى الإنفاق الحكومي على هذا القطاع. وفي ان مخرجات المنظومه التعليميه في الجامعات لا تتواءم مع اولويات التنميه بمفهومها الشامل ومتطلبات سوق العمل أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان الاردن يرحب باي قرار يساعد الشعب السوري على تخطي ازمته واضاف المومني في تصريحات لصحيفة الشرق الاوسط اللندنيه ان اي قرار لاقامه منطقه عازله جنوب سوريا يعود للامم المتحده وان ما ينبغي تاكيده في هذه المرحله هو امن واستقرار الشعب السوري وحول ما تعرضت له مناطق الرمثه والقرى الحدوديه من قذائف مصدرها الاراضي السوريه ادت الى استشهاد مواطن في الاونه الاخيره قال المومني ان ذلك كان حدثا استثنائيا مؤكدا استعداد كافه الاجهزه الامنيه للتعامل مع اي اعتداءات او تجاوزات من شانها المساس بحرمه الاراضي الاردنيه او سلامه المواطنين كما اوضح المؤمن ان تمكين العشائر السنيه في العراق وسوريا ومدهم بالاسلحه والتدريب اللازمين لمحاربه التنظيمات الارهابيه ياتي ضمن الخيارات المطروحه لدول التحالف وذلك بناء على طلب ابناء العشائر انفسهم حذرت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي التابعة لمديرية الدفاع المدني، حذرت المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة. ودعت المديرية المواطنين إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية تجنبا لخطر الإصابة بالإجهاد الحراري أو ضربات الشمس. التفاصيل في التقرير التالي. تعتبر ضربة الشمس من الإصابات الخطرة على حياة الإنسان. وغالبا ما تحدث هذه الإصابة... نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم واختلال بعض وظائفه نتيجة للحرارة العالية أول شيء نشرب سوائل كثيرة بعدين إذا طلعنا وقت الذروة أه، نلبس كاب أو نلبس طاقية على راسنا وإذا ما فيش داعي نطلع بوقت الذروة بلاش نطلع يعني أه، نبعد عن الأكهة الدسمة في هذا الجو واذا طلعنا اضطرينا نطلع بنحط واقي طاقيه أو, او شيء على الراس عشان نحمي راسنا نلبس طواقي نشرب سوائل اكثر نخفف من الطوع بالشمس قدر ما ناخذ فترات راحه اكثر ولعل اكثر الاشخاص عرضه لهذا النوع من الحوادث هم ممن يمارسون اعمالا ونشاطات تتطلب التعرض المباشر والطويل لاشعه الشمس كالعاملين في المشاريع الانشائيه وعليه لا بد من اتخاذ الوقاية الكفيلة بتجنيبهم خطر هذه الإصابة وذلك بارتداء غطاء الرأس المناسب لطبيعة العمل ومراعاة شرب كميات كافية من السوائل وأخذ قسط من الراحة عند الشعور بالتعب والإعياء ضربة الشمس تحدث نتيجة اللي هو التعرض الطويل لأشعة الشمس المباشرة بالنسبة للعلامات والأعراض التي تظهر على ضربة الشمس بصير عند مصاب ضربة الشمس صداع بصير عنده اضطراب وممكن يصير عنده فقدان وعي بكون النبض عنده سريع وقوي والتنفس بكون عنده سريع كذلك ممكن انه لا سمح الله في اي لحظه يفقد وعيه ويؤدي الى حدوث صدمه كاسعاف احنا بنسعف مصاب ضربه الشمس اهم شيء ان ننقله لمنطقه مظلله في حالة نقلنا المنطقة المظللة بنحاول أن نفك الضواغط والأزرار عنه ونرش المصاب بماء بارد طبعا بنحاول ان نخفف درجه الحراره عنده لانه بكون درجه الحراره عنده فوق ال40 درجه مئويه ومنهوي المصاب بالاضافه الى في حاله لا سمح الله دخل في فقدان وعي نعطيه طبعا درب او بنعطيه نورمال صلاين ليعوض السوائل وبننقله للمستشفى وبما ان الاطفال هم اكثر الفئات العمريه تاثرا بارتفاع درجات الحراره فان مراقبتهم من قبل الاهل وعدم السماح لهم بممارسه الالعاب تحت اشعه الشمس المباشره يجنبهم خطر هذه الاصابات يشار الى ان جهاز الدفاع المدني وعلى مدار اليومين الماضيين عمل على تكثيف البرامج التوعويه للوقايه من اصابات ضربه الشمس حذرت وزارة الزراعة من تأثير الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة على الثروتين الحيوانية والنباتية ما لم يتم اتباع النصائح والإرشادات اللازمة الناطق الإعلامي في الوزارة دكتور نمر حدادين قال في تصريح صحفي إن درجات الحرارة تؤثر على الحيوانات وعلى إنتاجها بشكل كبير داعيا مربي الثروة الحيوانية لإبقاء قطعانهم داخل الحظائر أو في أماكن بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة وعدم التنقل بها لا سيما في ساعات الظهيرة وأضاف حدادين أن على المربين التأكد من وجود كميات كافية وإضافية من المياه بالقرب من قطعانهم وعدم زيادة كميات الأعلاف المقدمة لها بهيب في الاخوان مربي الثروه الحيوانيه اخذ الاحتياطات اللازمه ومن ابرزها توفير كميات كبيره من المياه بالقرب من قطعانهم وعدم التنقل بها في يعني في ساعات الظهيره والابقاء عليها في حظائرها او في اماكن مظلله حمايه حمايه للقطعان وعدم خوفا من حدوث حالات نفوق. ايضا بالنسبه للمزارعين الاشجار المثمره ايضا بتوجب عليهم لهم ري المزروعات مساء أو في ساعات الصباح الباكر للمحافظة على جودة الثمار أعلنت وزارة الداخلية اليوم أنها ألقت القبض على 182 مطلوبا منهم 152 مطلوبا خلال الشهرين الماضيين، ففي تصريحات صحفية أوضح وزير الداخلية سلامة حماد أن الأجهزة الأمنية خلال الشهرين الماضيين تعاملت مع 30 جريمة قتل، وتم اكتشافها جميعها وضبط المتورطين فيها وإيداعهم للقضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقهم. وأكد حماد أن العمل جار حاليا على متابعة باقي المطلوبين على خلفية قضايا مختلفة كما أوضح وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية ضبطت خلال مداهمة نفذتها يوم أمس في منطقة الشون الجنوبية خمسة أطنان من مادة المريوانة المخدرة سلم مطلوبان من محافظة معان نفسيهما طواعية للأجهزة الأمنية وقال مصدر أمني لرؤيا أن المطلوبين متهمان بسرقة العديد من السيارات وأن أحدهما ثلاثيني والآخر عشريني وأنهما سلما نفسيهما لإدارة البحث الجنائي في العاصمة عمان طواعية وبيّن المصدر أن أحدهما مطلوب بثمانية عشر طلبا للأجهزة الأمنية عقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور هايل داود مؤتمرا صحفيا للحديث عن أبرز القرارات المتعلقة بتطوير خدمات نقل وإسكان الحجاج الأردنيين وبين داود أنه تم تغيير موقع مخيم الحجاج الأردنيين في عرفات ومنى إلى مواقع أفضل وأنه سيتم إدخال خدمات إضافية للحجاج كاستبدال الخيام القديمة بأخرى جديدة مكيفة كما تم التعاقد مع شركات غذائية لتقديم خمس وجبات للحجاج في مشعري عرفات ومنى وبحسب داوود فقد تم تحديد ثلاث فئات للسكن والخدمات المقدمة للحجاج من حيث بعد السكن عن الحرمين المكي والمدني وحركة النقل البري والجوي الوزاره اول اجراءات التي قامت بها انها قامت بتحديد المواصفات والشروط اللازمه في الشركات التي يمكن ان تتعامل بملف الحج والتي يمكن ان تقدم يعني خدمه الحج وفعلا يعني الـ 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 الوزاره وضعت هذه الشروط والشركات قدمت الراغبه في العمل في ميدان الحج قدمت اوراق اعتمادها للوزاره وفي هذا الحال تم اعتماد حوالي سبعين مكتب من مكاتب الحج لتقديم هذه الخدمه هذه المكاتب التي استوفت هذه الشروط الحج عندنا على ثلاث فئات فئه الحج المميز وفئه الحج الفئه الثانيه وفئه الحج الفئه الثالثه طبعا الفئه الاولى وهي الخدمات المميزه والتي عاده ما يكون النقل فيها من خلال الجو والحجاج يسكنون في فنادق ذات خمس نجوم على مسافة لا تزيد عن ألف متر عن بلاط الحرم والفئة الثانية هي فئات الخدمات العادية وهي تتم بطريقين إما بطريق الجو أو بطريق البر الفئة الثالثة بتكون في منطقة العزيزية واللي المسافة تصل إلى حوالي 6 كيلومتر عن الحرم قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسه إن صيانة الطرق والسلامة المرورية عليها بالإضافة إلى تخفيف الازدحامات في المدن ومراكزها هي أهم محاور عمل الوزارة وخلال استضافته في برنامج نبض البلد يوم أمس، استعرض هلسه أهم الأسباب التي أدت إلى تأخر إنجاز عدد من المشاريع الحيوية في مختلف مناطق المملكة. اسباب مختلفة اردفها وزير الاشغال العامة والاسكان حول تاخر انجاز عدد من المشاريع الحيوية حول مشروع نفق السلط اكد الوزير انه سيفتح امام حركة السير في شهر تشرين الاول المقبل بعد تاخره بسبب اضافة خدمات الصرف الصحي اليه اما فيما يخص طريق المطار فانه افتتح بالكامل قبل اربعة شهور وتبقى منه بعض الاعمال الجانبية التي لا تؤثر على سير الطريق أما الطريق الصحراوي فقد أكد هلس أن طول الجزء الذي سيتم العمل فيه يبلغ 230 كيلومترا من مناطقه الأكثر تلفا، حيث ستباشر الوزارة قريبا بصيانة جزء صغير من الطريق بطول 12 كيلومترا في أكثر المناطق سوءا، وبتكلفة خمسة ملايين دينار، في وقت أنجزت فيه الوزارة نحو 35% من مشروع الطريق الأزرق العمري مشيرا إلى وجود إشكالية في صيانة طريق موبص بالإضافة إلى طريق أم عاج الذي أعيق تنفيذه بسبب جدران استنادية وإشكالية في تملك الأراضي مبينا نية الوزارة إجراء تقييم موسع لطريق إنزول عين غزال بالتعاون مع أمانة عمان احنا امانه عمان في اتفاقيه بتحكم عملنا مع بعض يعني اتفاقيه واضحه المعالم امانه عمان شو عليها دور صيانه هذه الطرق النافذه وزارة لاحظ سؤال شو عليها دور كلفه قيمه الاناره بتتحق امانه عمان على الطرق النافذه امانه عمان بتاخذ بدل رسوم على الاعلانات على هذه الطرق ففي اتفاقيه بتحكم كل جهه شو دورها من هذا الوضع وبخصوص المنحة الخليجية أكد هلس صرف 200 مليون دينار على مشاريع في قطاعي الصحة والتعليم، كما شهد العام الماضي صرف 100 مليون دينار على الطرق القروية في مختلف محافظات المملكة، مشيراً إلى أن نسبة 50% من المنحة الخليجية أنفقت على الطرق بشكل عام، فيما سيتم طرح عطاء مشروع الباص السريع خلال مدة لا تزيد عن شهرين. ما خارجيه انا انا معني ما يخص وزاره الاشغال ما في ما يخص وزاره الاشغال انا نتبع وزاره الاشغال نتبع محورين رئيسيين محور الطرق اللي هو عندنا وزارة الاشغال وعندنا محور الابنيه الحكوميه الابنيه الحكوميه قطاعين اساسيات اللي هو قطاع التعليمي المدارس وقطاع الصحي هل اوضح كذلك وجود اربعه شركاء لوزارته هم نقابه المقاولين ونقابه المهندسين والمستثمرون في قطاع الاسكان والمكاتب الاستشاريه نافيا اي تعارض بين عمل وزارته وعمل وزاره البلديات يزن الريماوي رؤيا. ذكر مصدر مسؤول في هيئه مكافحه الفساد ان مدعي عام الهيئه يبذل جهودا حثيثه لحل قضايا البيع. الاجل. ياتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه مدعي عام الهيئه الاستماع الى المشتكين في هذه القضايا يوميا، ورفع الحجوزات التحفظيه عن الاشخاص الذين يقومون بتسويه اوضاعهم مع اصحاب الحقوق. وكان مدعي عام الهيئه رفع الحجوزات عن عشرات السيارات على اختلاف انواعها بعدما استوفى اصحابها حقوقهم. من جهه ثانيه تسلم مدعي عام الهيئه من اللجنه التي تشكلت من ابناء المجتمع المحلي صورا عن شكات تقدر قيمتها بحوالي مليون دينار تم بموجبها تسويه القضايا العالقه بين المواطنين وتجار البيع الاجل قرر مجلس العمداء في الجامعة الأردنية شمول قرار إعلان يوم الخميس عطلة رسمية للطلبة لجميع فصول السنة الدراسية بحيث تصبح العطل الأسبوعية ثلاثة أيام بدلا من يومين جاء ذلك خلال جلسة استثنائية عقدها المجلس اليوم برئاسة رئيس الجامعة الدكتور خليفة الطراونة هذا القرار وفقا لمجلس العمداء ياتي خدمة لاهداف اكاديمية لاهداف اكاديمية ولمساعدة الطلبة العاملين، إذ انه سيفسح المجال لأعضاء الهيئة التدريسية لاجراء البحوث العلمية في أيام العطلة، كما يمكن كما يمكن القرار من اجراء الامتحانات وساعات التدريب العملي والمختبرات يوم الخميس دون تعطيل العملية الدراسية. انطلقت في منطقه البحر الميت فعاليات مؤتمر المحامين الكنسيين السنوي الرابع وورشه عمل كهنه الرعايه الثانيه ويهدف المؤتمر الى الخروج برؤيه متجدده لقوانين الاحوال الشخصيه المسيحيه واصول المحاكمات الكنسيه بالاضافه الى تكوين رؤيه موحده للكنيسه الكاثوليكيه للمواضيع الحيويه المتعلقه بالزواج وقضايا حضانه الاطفال في حال الخلافات الزوجيه وتكوين الاسره هذه الدوره لتعميق تنشئه المحامين لمعرفه واجبهم ورسالتهم في الحفاظ على عرى الزواج المقدس بحيث يكون دور المحامي ليست وظيفه باجر واحيانا مرتفع انما على المحامي ان يعرف دوره كيف يحافظ على السر على وحده الزواج وكيف يقود المتخاصمين احيانا في مشاكلهم الزواجيه الى حلول تضمن حق الطفل، حق الاسره والعائله للحفاظ على زواجهم خدمه للبيئه للمجتمع خدمه للحياه ولكرامه الانسان. وإلى إربد حيث أكد محافظ إربد الدكتور سعد الشهاب أن لا أضرار وقعت جراء سقوط أربع قذائف من الجانب السوري على مناطق خلاء في لواء الرمثة على فترات متقطعة اليوم الخميس ثلاث منها لم تنفجر فيما لم تقع أي إصابات جراء انفجار قذيفة في أرض خالية بمنطقة الطرة وأضاف محافظ إربد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية بترا أن ما تم تداوله من صور لحريق جراء سقوط قذيفة على محصول زرع أردني تبين أنها في الجانب السوري بعد إجراء مسح للمنطقة من قبل الأجهزة المعنية رعت وزيرة الثقافة الدكتور لانا ممكغ وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة بلال البدور يوم أمس احتفال محافظة المفرق بتدشين أول بيت للشعر توثيقا للحركة الشعرية المحلية والعربية وخدمة للحراك الثقافي في الأردن هذا الافتتاح ياتي في اطار مبادره لانشاء بيوت للشعر العربي في اقطار الوطن العربي كافه لتكون حاضنه للشعر والشعراء بدعم من حاكم اماره الشارقه صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي مامكيغ ثمنت هذه المبادرة باعتبارها دعما للغة والثقافة العربية وتعزيزا للدور والهوية العربية الأصيلة معربة عن اعتزازها بالعلاقات الأخوية الطيبة التي تربط الأردن والشارقة في عدة مجالات خاصة الثقافية والفنية في هذا المقام حياكم الله مشاهدينا من جديد وإلى الملف العربي نعم بحث وزير الدفاع الأمريكي أشتن كارتر في بغداد اليوم مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ونظيره العراقي خالد العبيدي تطورات الأوضاع في المنطقة والحرب على عصابة داعش الإرهابية وأكد الجانبان الأمريكي والعراقي أهمية تعزيز التعاون الأمني والاستخباري من أجل القضاء على عصابة داعش واستعادة المناطق العراقية التي يسيطر عليها التنظيم كما التقى كارتر جنودًا أمريكيين يشكلون جزءًا من نحو 3500 عسكري موجودين في العراق لتقديم المشورة والتدريب للقوات الأمنية العراقية في معاركها ضد داعش الذي يسيطر على مساحات واسعة من شمال البلاد وغربها قال نائب قائد العمليات الخاصه التابعه لجهاز مكافحه الارهاب العراقيه العميد عبد الامير الخزرجي ان عمليه تحرير جامعه الانبار غرب الرمادي من عناصر داعش باتت قريبه مضيفا ان القوات العراقيه قتلت العشرات من عناصر داعش بقصف على مواقع للارهابيين في الجامعه من جانبه الضابط في قياده عمليه الانبار العقيد وليد الدليمي قال ان الطيران الحربي للتحالف الدولي كثف اليوم من طلعاته الجويه فوق مدن الرمادي والفلوجه والقرمه وناحيه الصقلاويه شمال الفلوجه وقصف حشودات لعصابه داعش واشار الى ان القصف ادى الى مقتل واصابه العشرات من التنظيم والحق خسائر ماديه وبشريه كبيره. وفي محافظة نينوى صرح النقيب في وزارة البشمرقة الكردية سرهنك ساخولي إن البشمرج قصفت بشكل مركز معاقل وتجمعات للعصابة الإرهابية في قضاء سنجار غرب الموصل وفي ناحية الحردانية ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن عشرين عنصرا وجرح آخرين قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الاشتباكات العنيفة بين الفرقة الرابعة في الحرس الجمهوري السوري وحزب الله اللبناني من جهة وبين مسلحين محليين من جهة ثانية في مدينة الزبداني ما زالت مستمرة وسط تنفيذ الطيران السوري ما لا يقل عن عشر غارات وكانت مصادر عسكرية سورية قالت إن سيطرة الجيش السوري على مدينة الزبداني أصبحت مسألة وقت وان المرحله القادمه بعد احكام الحصار على المدينه هي التقدم عبر الابنيه والسيطره على الشوارع من جهتهم سكان محليون اشاروا الى ان دمارا واسعا لحق بمدينتهم جراء الاشتباكات المستمره منذ ثلاثه اسابيع هذا وكان مسلحو المعارضة السورية أعلنوا سيطرتهم على حواجز للقوات الحكومية في الجبل الشرقي قرب جرود بلودان في محاولة للتقدم نحو مناطق سرغاية ومضايا بهدف خرق الحصار المفروض على الزبداني شن طيران او طيران التحالف العربي بقياده السعوديه اليوم سلسله غارات جويه على مواقع تابعه للحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في حجه ومأرب، فقد قصف طيران التحالف تجمعات الحوثيين في محافظه حجه، كما استهدف قوات صالح في معسكر صحن الجن وتجمعات في الجفين جنوب غرب مأرب. على صعيد متصل قالت لجان المقاومه الشعبيه الداعمه للرئيس عبد ربه منصور هادي انها سيطرت على مدينة عدن بالكامل باستثناء المدخلين الشمالي والشرقي ودوار المجسم وكان الطيران قصف في وقت سابق خطوطا وجسورا تربط بين صنعاء ومأرب وبين عمران وصعدة لإعاقة وقطع خطوط الإمدادات وعززت القوات المواليه للحكومه اليمنيه المدعومه بالغارات السعوديه سيطرتها على عدن بعدما استعادت القصر الرئاسي واعادت فتح مطار ثان لتسجل اول انتصار في مواجهه المتمردين منذ بدء الحرب شيَّع آلاف الفلسطينيين اليوم الشهيد فلاح حمدي أبو مارية من بلدة بيت أُمَّر جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت الشهيد أثناء محاولة اعتقال أحد أبنائه وخلال مسيرة التشييع أغلقت قوات الاحتلال المدخل الرئيسي لبلدة بيت أمّر وكثفت من تواجدها في محيط المقبرة وطريق القدس الخليل المحاذية وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام نحو المشيعين. مزيد من التفاصيل في تقرير زينة صندوقة ليل المداهمات وصباح شهداء الاغتيالات هو حال ويوميات الضفة الغربية وجهة الاحتلال فج اليوم كانت لبيت أمر شمال الخليل وتحديدا لبيت عائلة فلاح أبو ماريا الذي دهمته قوة مستشرسة بنية القتل مع سبق الإصرار قبل الاعتقال استنفروا بوحشية التعامل ولم تقتصر على الأضرار النفسية لأناس كانوا سلام النوم يسكنهم وفزعوا على دم أبيهم فارقهم شهيدا كل مرة بيجوا علينا احنا مش أول مرة، هذه يمكن عشر مرة اجوا علينا، طخوا الولد في رجله. لما طخوه طار طلع برا يصوت هذا اللي صار معنا بس. بعدين طخوا الأبو. إذا كنت في غرفة ثانية ودخل ما لقيتش في الغرفة وين أمكم وين أمكم أنا بدي أسأل عني الحين. أنا بدي أسأل عني يقول وين أمكم أنا أنا بدي أسأل عني. قاموا جنود الاحتلال بفتح إطلاق النار مباشرة على الأخ الأصغر. الأصغر مني سنا فقام بإصابته بثلاث طلقات ما بين فخذيه نحن الأموات يا والدي نحن الأموات وأنت حي ترزق عند ربك دمه أمانة في أرقابنا أو في رقبتنا وسنكون دائما ألاوفياء لدم والدينا ثلاث رصاصات وجهت وقنست قلب فلاح أبو ماريا ذنبه أنه انقبض خوفا وغضبا على ثالثة كبده الذي أطلق النار عليه في زوبعة الاقتحام وأصابوه كل دم بارد أطلق النار عليه ثلاث رصاصات اخترقت قلبه واستشهد على الفور يعني كانت جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد هي عصابات جايه تغتال وجايه تقتل اخلد بسلام يا فلاح فبيت أمر حدت وبكتك بشبابها وشيابها بنسائها واطفالها الذين غضبوا بعد تشييع جثمانك والتحموا بمواجهات مع الاحتلال ثارت لحق روحك ويحدث هنا في فلسطين أن يرحل الرجال أن يسابقوا الزمن نحو الشهادة لم يستطع فلاح الانتظار لحضور زفاف ابن أخيه فقد طلبه نداء الشهادة ويا مجد عزه من نداء وباتت فرحة آل أبو ماريا فرحتين اليوم تزف زغاريد فلسطين عرس الوطن عريس ابن هذا الوطن فلاح أبو ماريا إلى جنات الخلد من بلدة بيت أمر شمال الخليل زينة صندوقها رؤيا في قطاع غزة طالبت هيئات ومؤسسات مدافعة عن حقوق الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال بشمول جميع الأسرى بأي صفقة تبادل قد تتم مع سلطات الاحتلال خلال الفترة المقبلة لا سيما مع تردي الأوضاع الصحية لعدد كبير من هؤلاء الأسرى التفاصيل في تقرير مناعوكل في إطار الدعم والإسناد الذي تنظمه المؤسسات المعنية بالأسرى وذويهم نظمت مؤسسة مهجة القدس وقفة احتجاج دعما وإسنادا للأسرى في سجون الاحتلال في ظل تكرار الحديث عن احتمالية إبرام صفقة تبادل أسرى ترتفع الآمال معها بأن تشمل أكبر عدد منهم بما فيهم الأسرى الأردنيين الخمسة عشر تأتي هذه الوقفة أمام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للتأكيد على دور هذه المنظمات الدولية والإنسانية في ضرورة توفير الحماية اللازمة للأسرى من قبضة الموت التي تحاصرهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي الأسرة الفلسطينيين والأسرة الأردنيين هم جسد واحد داخل سجون الاحتلال والأسرة الأردنيين اعتقلوا من أجل قضية الفلسطينية لذلك لم تتجاوزهم أي صفقة تأتي ضمن صفقة ضمن التبادل مع الاحتلال في الصفقات القادمة بإذن الله هذا ويترقب الشارع الفلسطيني عن كثب مجريات الاحداث المتلاحقه بشان الجنود الاسرائيليين الذين اختطفتهم المقاومه، عسى ان تثلج نتائجها قلوبهم وتثمر عن اتفاق نهائي قد يحمل لهم انتصارا، امر لوحت به حماس مرارا واكد ذراعها العسكري بانها لن تخرج الا منتصره من اتفاق تضع هي شروطه، معطيات دفعت بالشارع الغزي لرفع سقف تفاؤله. نحن هنا اتينا لنؤكد للعالم اجمع وان شعبنا الفلسطيني <سؤال> سيستمر في نضاله <سؤال> من اجل الاسرى ومن اجل حركة الاسيره وان صمود جماهير شعبنا في وجه الاحتلال وفي مخططاته هو انتصار شعبنا. اما فيما يتعلق بموقفها قال رئيس لجنه الخارجيه والامن في الكنيست اليوم ان اسرائيل لن توافق على اطلاق سراح اسرى فلسطينيين احياء مقابل جثث الجنديين الاسرائيليين هادر جولدن وارون شاول المختطفين في قطاع غزه موضحا ان المعادله هي جثث مقابل جثث كما طلب من حماس علامه حياه عن كل من الجنديين المفقودين رغم كل هذه التحركات تحاول إسرائيل أن تثبت للفلسطينيين بأن ليس لديها ما تخسره في أي صفقة قد يتم التوصل إليها وبأنها لن تخرج فارغة اليدين منعك القناة رؤية غزة فلسطين